هذا بيبي. يلا هذا بيبي. خلي واحد يودي. يا طعمين في ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا. واهلا وسهلا فيكم يا ابطال وبطلات كرموش تي في. ورجعنا لكم بفيديو جديد وتحدي جديد مع عبد المؤمن. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتفجروا الفيديو باللايكات وانتظرونا بفيديو جديد كل سبت اثنين خميس. خلونا نبدأ التحدي. Let's go. وعنا الطبق الأول. رح نشوف شو الطبق الأول. 1 2 3. ياي. هلا ضيع شوي. هلا التحدي. ليش حط هذا جنبك؟ أبدأ زينة. أبدأ. لا ما بزينة. هلا بتمسك أنت قلم وانت قلم وانا بمسك قلم. وهلا عندنا ثلاث ورقات، واحدة لعبد المؤمن وواحدة لليس وواحدة الي. وراح نقدرها نقدر ايش قد وزن البطاطا. يلا نشغل هذا الميزان. ما بصير تقول بتخبي وبتكتب. انت خمن شوف. والله يا بطاطا كربوش شي عن جد شي محير. ترجيني. يلا كتبتوا؟ كتبت. جاهزين؟ جاهزين. يلا شوفوا. 20. انا قلت 5 جرامات. اكيد ليش جرام؟ انت ليش؟ 20. حط ليش 20 عبودي؟ صفر. طيب بنشوف مين؟ لا ما طلع 20. لك 10 10 هاي. ما 20 ما 20. ما في خلاص. رح نشوف هلا. 9 5. شو هاد؟ 5. لا عن جد 5؟ عن جد 5؟ يا الله. أربعة. إيه أنا أقرب. أربعة. أنا أقرب. أنا أقرب. بس لا ده شوي عبد المؤمن. عبد المؤمن فاهم اللعبة. هلا أنا بما إنه أنا الفزت فأنا بدي أمر، فرح أمر أختار إني أنا أكلهم لأن هذول لذيذة. لا 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 لا. وهلا يا ابطال وبطلات كربوش تي في عندنا الطبق الثاني. رح نشوف ايش فيه. واحد جاهزين؟ جاهزين. 1 2 3 يا ايه اكل اطفال. اكل اطفال. بدنا نشوف مين فينا رح يصير الطفل وياكل من هذا الاكل الاطفال. طبعا يا ابطال كربوش تي في اللي بيكون اقرب هو اللي بيؤمر وبختار، بريد ياكله بريد تعميله غيره، هو بيؤمر او بختار. هلا رح ناخذ معلقه واحده من اكل الاطفال ونياله. هلا بدي يطلع له طبق الاطفال. نياله. يا بن انا الاول. قول يا بن بابا. هلا انا رح احطه هون. طب قبل ما نحطه طبعا قبل ما نحطه استوزن استوزن. بس ما تقلبه. ها اذا طلع لي الي بس اامرك. اذا كنت الاقرب بتامر. مين بدك بياكل؟ بامرك انا. استوزنه. ماشي بعد ما نحط. اوه بلاد ايل. انا بقول تمام. اكتب بالسكيت اخو. انت اكتب وهي قلم وانا هلا راح احط. اول شيء صفر ولا؟ اول شيء صفر ولا اول شيء؟ هلا اذا كتبت 10 واحد جنبها صفر هيك. يا صفر بتنقطع الك اليمين. انا هذا يعني راح اقدره. راح اقدره هذا يا ابطال كربوش تي في. عارف مين دفع مين. كتبت انا. جاهزين؟ حطوا خط تحت الكتابة عشان تبين. نشوف ليش قد اختار. 55 غرام. 55. انا 41. انا 20. 20. لك هي مالها عمو كلها لو كلها. انا 41 عبودي 20 ليش 55. رح نزينه. متحمس كثير انا يا ابطال كمان. بس بدي اعرف مين بدي ياكل اكل الاطفال. عبودي صار له زمان مو ياكلوها بس هو احلى شيء فيهم. كم؟ 44. يا الله. لا انا 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 نو 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 نو. بتعرفوا انا من مين من غاز اليوم؟ لطعمية اكل الاطفال. لا 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 في جيبي دقونة. وهلا يا ابطال كربوش تي في بما انه لا يصلى له اكل الاطفال فلازم نرجعه. لا انت قلت له. طبعا عفوا انا اللي امرته اني بدي اكل الاطفال لاني كنت انا قدرت الوزن صح كان 41. طبعا اكل الاطفال لازم نحط له هي الدقونة. شوفوا ما احلاها. هي كانت لليس من وقت ما كان عندنا بيبي بسوريا.
سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله ارد احط ما تخجل ما تعرف جوز بدي اجيب الجهه تطلع لي هنا ما بتعرف تكتب لي هذا بيبي يلا هذا بيبي خلي واحد يوجه يلا طعمي في ايدي بسم الله الرحمن الرحيم يلا يلا بدي اوه مش عطانتين لا لا سمي برحمن بسم الله الرحمن تحمل طعمت ليمون معفن طعمت لا لا لن تاكله لن تاكله وهلا يا ابطال وبطلات كربوش تي في السؤال هو الكم راح احط لكم ايفون وانزل لكم اياه لازم تحذروا نوع الايفون من وزنه جاهزين هذا الايفون راح احط لكم اياه على الميزان شايفين قد وزنه يا ابطال كربوش تي في 156 وزنه 156 يعني غرام غرام وزنه ايش قد يا ابطال كربوش تي في 156 جرام مع الشريحة في داخله مش قد وزن الشريحة مازنته كتبونا بالتعليقات اللي عرف ايش نوع الايفون من وزنه وخلونا نروح الجولة البعدة Let's go هلا يا ابطال كربوج تي في عنا طبق جديد وتحدي جديد ورح نشوف مين هالمرة رح يفوز في التحدي جاهزين؟ جاهزين واحد اثنين ثلاثة يو وهلا عندنا شوكولاتة رح نختار وحدة زينة بس انا اختار طبعا اللي بيفوز بيأمر اللي بيفوز بيختار او بياكل بيختار شو بعبود اقدر وزنها لنشوف مش قادر ياكل انتو يا ابطال كربوش تي في وزنها هي القطعة وهي ورقة لليس وهي ورقة لي وعبد المؤمن اخذ ورقة لحاله والتحدي حلو لنشوف مين رح يفوز في هاي المرة الجولة 14 ما في تحكي كتب اه انا بتوقع وزنها والله فيها وزن يا ابطال كربوش تي في لا يلا ليس عرول على الكاميرا 14 انا 15 انا 40 40 اتوقع عبودي غلطان ما اتوقع يطلع وزن 40 انا ما اتوقع 13 يا انا يا 13 انت حتطلع 14 ايه مضبوط ليس الاقرب والله يا ابطال كربوش هذا مو على 14 شوشتي تفكيري صدقوني يا ابطال كربوش يعني لانه انت 14 خربطتني وانت كتبت زياده 15 لا مره ثانيه ما تقول ضعيفه في قلبك فهلا ليس اختار لا انت عرفت بنتها معها لانها كانت معها شيء حسيتها تقفل ايه شغل فهلا اختار بدك تاكلها بدك تطعميني اياها بدي اكلها والله يا ابطال وبطلات كربوش تي في طبق جديد وتحدي جديد جاهزين جاهزين 1 2 3 يا سنتوم بدنا نحط شو يا ابطال كربوش تي في عندنا هون راس توم وعندنا فص توم يعني سنتوم واحد لازم نحذر هاد والعقاب هاد طبعا الاقرب هو اللي بيأمر الاقرب هو بيأمر وزين يا عبد المؤمن ما تستعمل هاي ما عندك هيك فكرة هيك لحالها قدر وكتبها هون ولا تحكيها زين ليس حطيهم ورا ورا وكتبها وما تحكي كيفها بقلبها ما تشوشنا هات انا اوزنه شوفها 22 غرام انا بقول 30 جرام انا بقول 25 جرام 25 جرام يلا تعالوا زينه نشوف مين تكون اقرب الوزن 34 معناته انا اللي رح امر مو تقول لك مين اخذ لي اياك وسن التوم فتيني اطلع يا عبودي انت 25 معناته عبودي اقرب لي فليس ابعد فليس رح اكل سن التوم تفضل كيلو فزيع شو عم تحطه على الكاميرا طقرته ارض ايوه تفاحه حلو حلو العقاب حلو والله يا ابطال كربوش تي في يعني انا استغربت انت وزنه فيو تقول جبت امك لهذيك عفيه اللي تتوم على وخلونا نروح على الدوري اللي بعدها ليتس جو ويا بطلات وابطال كربوش تي في طبق جديد وتحدي جديد وخلونا نشوف شو الطبق
1 2 3 يمي هلا هلا اوريو ايش بدنا ننزل؟ بدنا ننزل حبه وحده بسم الله الرحمن الرحيم. خذ انت زين هاي وضل يعني انت زين هاي اضرو وكل مين يكتب قدامه وهي انا راح ابدا هاي مرق لساتهم ما بيعرف يقدروا الوزن صح. هاي ورقه لك ليس هاي ورقه لك عبودي هاي ورقه لي يلا كنت قلم هاي قلم لك والله تقديرا لا لا انا بقدر وزنها بس قلت اكتبوا وتكتبوا سوا يلا 1 2 3 كل مين يكتب بنحط الحبه هاي بسم الله الرحمن الرحيم لا مو انت نقول صحيح ايه فرجونا فرجي لايك انت هاي 15 جرام انت 15 انا 10 جرام انا 15 جرام وعبوده 15 جرام فانا 10 جرام قد وزنها هي شاد 10 8 وزن 9 وانا الاقرب وانا اللي بامر كلا خلاص رح كيف هالمره عاد المؤمن قال له كلا تفضل يا عاد المؤمن كلا شكرا وخلنا نروح على الجبل بعدها ليتسجو ويا بطلات وابطال كربوش تي في طبق جديد وتحدي جديد 1 2 3 يوي ياكل ليمون ياكل ليمون عبودي طبعا اكيد رح نوزن هاي الله يبطل كربوش تي في فيها وزن هاي كيلو زين عبودي لنشوف اوه هي 3 كيلو هي ورقة لنا 3 كيلو وزن هي ورقة لي شو قد وزن عبودي بالجرام هذا تكتب الوزن متأكد وزنت انت؟ لا والله وزنها؟ اكتب اوه هي تطلع عرفت قد يلا ليسك شوف 75 جرام 225 جرام 200 جرام ما شاء الله يا عبد المؤمن اللهم صل على النبي شوف يعني تقديرك لا بأس فيه طيب هلا بنشوف التقدير الصح يعني عبودي يعتبر منافس قوي لي في هاي الليمونة ايش قد؟ 155 جرام يا الله يا الله عبد المؤمن 155 لا عبودة اقرب ايش تختار؟ ودي انت بعت ليس؟ والله انا ليس قال يلا يلا انت قال شيء مضبوط انت بعت شيء تفضل يلا لمة وحدة والله يا ابطال كربوش تي في قبل ما يبلش هو متوقع اكل سنتوم هلا ورا الليمونة تغسل الريحة كلها والله اجت المحلة بقول لك وهو نكهة الليمون لذيذة لأنه عم بطلع ريحة توم ويعني مشكلة كل هالليمونة عشان اشم منك ريحة ليمونة يا ليمونة حتى هو لابس ليموني بقول لك كثير سمي ابن رحمن نعم نفس شعريت منه كلها كلها يلا كلها كلها ايش قال له ايش شعري له قال له بطلات وابطال كربوش تي في طيب الليمونة ما طيب بس نافع الليمون يا ابطال نافع خصوصا بهالايام ها يا بطلات وابطال كربوش تي في طبق جديد وتحدي جديد لنشوف شو في هذا الطبق 1 2 3 يو قرن فليفلة عبد المؤمن شوف لنا يا عبد المؤمن شغلنا الميزان عندك ما مبين هذا هيك ما مبين اوه مين انا بقول 8 جرام 7 انا 9 7 2 9 لا اله الا الله معناتها بنشغل قلنا الله ايوه بنصفي بنحطه نيني تفضل ليس كول انا انت وين تختارك انت الحق يعني عبوده طعميه حتى كان عبوده صار من الطاي لا انت بتاكل فليفلي احيانا بياكل فليفلي ليس عضو طالع معلش لا انت بتاكل عض راسه بكل عض لك شي سنتي معلش تعرف شو قد السنتي ابلع على السنتي لا هذا ربع سنتي هذا يعني هذا 2 ملي 3 ملي ايه السنتي هذا قال لك لوين لهون السنتي شوفوا يا ابطال كربوش تي في لهون بيطلع معنا تقريبا سنتي بس حدي هون حدي لك اشتكرت فليفلي حدي اعمل لي حدي انا اجيب لك فليفلي خيار يعني يلا يا ليس عاد كمان لا كمان ايوه ارطا ممتاز عليك يلا نسمع صوته بدني كلها اسمع صوته فاجي الو ايه على الميكروفون الميكروفون عايز وخلينا نروح على الجوله اللي بعدها ليتس جو
بطلات وابطال كربوش تي في، طبق جديد وتحدي جديد، ونشوف المره ايش رح يطلع لنا. ان شاء الله تكونوا متحمسين مثل حكيت. 1 2 3 بنانا بنانا موزه جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. خو قدر عبد المؤمن انت، هي ورقه لفليس وهي ورقه لعبد المؤمن وهي قلم لليس وهي قلم لعبد المؤمن وهي قلم قديم. ايه عرفت؟ انت ليس قدر تمام قدرت اكتب. يلا ليس 101 غرام. 270 غرام انا بقدرها. 200 قصدي 100 100 126 انت؟ لا شو قد 126؟ 192. ويا بطلات وابطال كربوش تي في، بعد عمليات حسابيه ورياضيه كثيره وصلنا لانه لما ليس طلع له 101، هو قال وزن 101 وانا قلت الوزن 270، عبودة قال وزن 100، فكان الاقرب بعد العمليات الحسابيه والرياضيه انا. طبعا ما راحت الحمد لله خبرتي بالحياه. طبعا انا الفرق 72، ليس الفرق 92، 91، عبودة الفرق 92، فبكون الرابع انا. معناته انا لازم اكلها، مش انا رح اكل الموزه. الله رح اكافئ نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. مين بدكم مشتاق الموزه يا ابطال وبطلات كربوش تي في؟ جاهزين يا ابطال وبطلات كربوش تي في وتحدي جديد وطبق جديد لنشوف ايش مخبيت لنا هون السيده المخرجه. 1 2 3 يا الله بيضة بيضة بيضة. شوفوا يا ابطال كربوش تي في، حدا منكم اكيد اكيد اللي بيشتغلوا بالروجيم بيعرفوش قد وزن البيضة، لاني هن بيبكوا بيحسبوها عش قد وزن البيضة، بياكلوا ما بياكلوا. اهل الروجيم اكيد بيعرفوا وزن البيضة بس انا ما بعرف. شوفها زينة، لو كنت اهل الروجيم كنت بتعرف. ايه يلا ايده اليسار يعني اصبط. يلا عم بجرب، بدي ياخذ المعدل الوسطي بين وزن الايد اليمين وزن الايد اليسار، يجمع مع بعض يقسم مع اثنين بيعطيني رقم. انا بقول 110 جرام ليس. انا بقول 50. 50 عند المؤمن. انا بقول 20. شلون 20؟ هي مكتوب على انت هي 20؟ عبود مكتوب على القفا، معناتها عبودي 20. انا اشوف هذا الوزن ما اتوقع 20، لا ايش قلبت مسويكه كيكه؟ 101 45. يا ليس اقرب. رح امر مين؟ 45. والله غريبة ابطال كربوش تي في، غشيت فيها البيضة مبارية كثير. موزة فوق ال 100، بتعرف ايش كتب؟ يا عن جد كتبت؟ اي والله مضبوط كلام ليس عن جد. يعني موزة اي والله البيضة أكثر من الموزة، يعني البيضة هيك قد الموزة. لا بدك تعمل البيضة الطيبة؟ عبودة انت اكثر من مره خليتني اكل اللقب. ابو ده بتعمل بيضه؟ لا انا ما بعمل. انت ايه اكلها؟ بسم الله. دوم واحده مثل البصل، والله بتصير فيها ضعف حريتي من الصراحه. العض والله احسن من الفليفل والهي. انت بدك ملح وخبزه وزيتون و بدها ملح يا ابطال كربوش تي في، يعني بيضه بدرس بنجح. الله يا بطلات وابطال كربوش تي في لنشوف في عندنا هالطبق. 1 2 3 يو. ايه افوكادو بده كان ميرندا قطير. يا الله ايه والله كان مع ميرندا قطير. سهلة طيب انت عبودي. اوه ايه بطلع 500 جرام. هات لأشوف. انا كتبت لو قلت لكم انا بندوم حبيبتي. انا 50. خلاص 50. انا 270. 250. انا 50. بتوقع عبدو ما بعرف عبوده غلط 100%، ما 50 جرام يا عبد المؤمن. ثقيله هي 50 جرام. طب ليه 100 جرام؟ 250. يو 204 قد 250 يا الله. يا ابطا شايفين شلون التطور مثل البكرمينات لسه عم بتطور؟ اول شيء ما كان بيقرب، هلا صار مثل البكرمينات بتطور. معناتها اذا بتاكل مو؟ لا عيب في انا بأمر. طيب هذا البكرمينات كان طيب. طيب انا طيب انا طيب. اول شيء اوصل لك يا بابا. ايه؟ ايه بابا ايه؟ ايه شوفوا الباب. تاكل؟ عبود ايه؟ لا مين ده بتأمر ياكل؟ ده امره ياكل بنص. عبود بيحب يموت حبه؟ لا. حبه
صورة مع الأبو. يلا حسام حكوا بس هي. نو 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 نو. ما بعب بونا. الله يقدر يا طيب. طيب مش أبغى طعمين يا. بين إنه طيب زرت عليك طعميتك يا. معلش شوف تاني كمان. حاجة أكلت. لا بقول لك. أنا سمحت لك. خلونا عجول بعدها. Let's go. ويا بطلات وابطال كرموش تي في وطبعا شو طبع جديد وتحدي جديد وشو خبتنا وانا السيد المخرج يا معاب بعرف خلينا نشوف 1 2 3 ايوه حزروا ايش فيها هي ابطال كرموش تي في انت بتبقى فيها اسنان صح مين قال لك هي لي يا شو يا ابطال كرموش تي في اسنان مين هي اسنان عبد المؤمن شوفون نفرديني يا عم جمي ضارب معدتي وقدي اللي صار فيني طبعا اللي بيطلع له سن طبعا البختار اللي بيغلط ياكل السن ايه يا عبدو؟ لا ما بدي اكمل يلا انا بتوقع هذول وزنهم شو قد ليز؟ مستحيل صفر جرام ده ما في شيء وزنه صفر جرام ولا جرام حتى صفر ما خلاص صفر جرام قصرت في شيء وزنه صفر؟ ايه لك هذول بيطلع وزنه انا بقول 6 جرام انت عبودي نعم خب جرام منشوف كلهم ها؟ ايه كلهم ليس عبوده كلهم لا تتوقع وزن الجرام واحد طيب انا راح اشوفها لا غيرت اجل ايش هذا؟ صفر عبوده صفر لك ما في شيء شوف بجوز قول بجوز هو قصده ان هذا الميزان مو ما في غير 1 جرام فاذا كان تحت ال 1 جرام ما يوزنه في وجهه نظر اصبر بلا مصفر لا انا بقول 6 جرامات صفر شقد صفر لا ايه لا شقد صفر كله عندي كله عندي وطبعا يا بطلات وابطال كربوش تي في انتظرونا سبت واثنين وخميس ولا تنسوا سؤال المسابقه لجهاز الايفون وبدكم شقد وزنه بدكم تعرفوا شقد وزنه عفوا اذا بتعرفوا نوع من الوزن خلونا ننصر والسلام عليكم باي.